السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة أجندلس. أوائل الثانوية الأزهرية، شيخ الأزهر بيهنئ أوائل الثانوية الأزهرية. أبنائي وبناتي، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، بهنيكم على نجاحكم المشرف، سائلا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. ونصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق في التعليم هدف، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم. شوف العلم فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان. مين الأول؟ الاسم أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، القسم أدبي، الترتيب الأول، المحافظة المنوفية، 99.21%. الاسم رحاب خالد عثمان عباس، القسم أدبي كفيف، الترتيب الأول، المحافظة أسيوط، 95.8%. ألف ألف مبروك. الاسم عبد الله وليد السيد عبد الله، العلوم الإسلامية، الترتيب الأول على معهد العلوم الإسلامية القاهرة، 97.91%. ألف ألف مبروك. الاسم أحمد مدحت مصطفى أحمد، علمي، الترتيب الأول أسيوط، 100%. ألف 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 مليون مبروك. الاسم علاء رجب حامد صبح، القسم علمي الأول مقرر البحيرة، 100%. ألف مليون مبروك. الاسم ندى محمد حامد فرحات، علمي الأول مقرر الغربية، 100%. ألف مليون ألف مبروك. دول طلاب الأزهر الشريف اللي بشرفونا في كل مكان. حبايبنا الأزهر الشريف، ربنا يكتب لكم السلامة، ويكتب لكم الخير، ويكتب لكم النجاح، ويكتب لكم التفوق، ومن نجاح لنجاح يا رب، وربنا يكتب لكم الخير. تابعونا أول بأول على قناتكم، قناة أجندلس، حتى نصل بكم إلى كل جديد وأكيد. وألف مليون مبروك لأولادنا وبناتنا، وألف مبروك لمصر كلها اللي عندها أزهر الشريف قمة في العلم والعلماء. ربنا يكتب لكم الخير، تحققوا كل أمانيكم، وتنفعوا وطنكم، وتنفعوا الأمة الإسلامية، ويا رب اكتب لكل مصر وكل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكل أولادنا الخير والأمان إن شاء الله. انتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم، قناة أجندلس، وتابعونا أول بأول. في أمان الله.